عنها طراي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون، تتواصل انطلاقاتنا في هذا اليوم، شوط ما قبل الختام، شوط السودانيات. الإبكار تندفع في هذا الشوط، الشوط الثاني ضمن انطلاقات سودانيات الإبكار، بعد أن شاهدنا المتعة والإثارة في أشواط الثنايا لأبناء القبائل، وشاهدنا أيضا مقام تنتزع الناموس الأول كبطاقة أفضل توقيت سجل مع مقام لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري. أهني على هذا الفوز أبو زايد، وأهني كل الفائزين في أشواط الثنايا، وأتواصل مع حضراتكم في هذا الانطلاق. والمقدمة هذه نوف، نوف على مقدمة الشوط، خالد بن محسن بن ديلة المري مع مقدمة الشوط، تليها راهية عبد الله بن الزرق النعيمي على المركز الثاني، والمركز الثالث هذه شبابة هيد بن محمد بن سلعان المري، والمركز الرابع السيلية عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز بن شنان المري مع المركز الرابع. المركز الخامس هذه تحمل الرقم 5 غيرت شودة بالشعار بن جرحب حمد بن محمد بن علي بن محمد بن جرحب المري. هذه الأسماء على حضراتكم، هذه الأسماء الخمسة المندفعة في هذا الشوط. مسافتنا 5 كيلومترات. غدا موعدنا مع الحول الخاصة بهجن أصحاب السمو الشيوخ، سنتابع من خلالها ما يقدم من إنجازات ومن إبداعات في صباح يوم الغد إن شاء الله مع الهجن الخاصة في أصحاب السمو الشيوخ. أيها الإخوة المتابعون، لازلنا نتواصل ولازلنا نسير ولا نزلنا ننطلق. وهذه نوف، هذه نوف، هذه نوف، خالد بن محسن بن ديلة المري مع المقدمة ومع الصدارة. نوف على مقدمة الشوط والمركز الثاني. هذه راهية عبد الله بن الزرق النعيمي على المركز الثاني. المركز الثالث مطله على المركز الثالث شبيب بن محمد بن عمير الرمزاني النعيمي على المركز الثالث. المركز الرابع هذه اللي تحمل الرقم 14 شبابة فهد بن محمد بن سلعان المري مع رابع المراكز. والمركز الخامس وجود تحمل الرقم 5 لشودة حمد بن محمد بن علي بن جرحب المري. هذه على حضراتكم الأسماء الخاصة بالمراكز الخمسة الأولى السودانيات وانطلاقتها، وأيضا هذه الفئة من الهجن المشاركة تنطلق، وهذه جواهر بالفعل، جواهر تنطلق في هذا اليوم. ونحن في ميدان الشحنية أيضا نتابع في كل موسم انطلاقات هذا السن وانطلاقات هذه الفئة من الهجن السودانية. نتمنى التوفيق لكل المشاركين. هناك 17 اسم مشارك في هذا الشوط يبحثون عن تحقيق الناموس الأول في هذا الشوط، نتمنى لهم التوفيق. لازال بن ديلة على المقدمة وعلى الصدارة، يسير في هذه اللحظة في الكادر الفوقاني، في الكادر الفوقاني عبر قناة الريان. من تتابع بإبداعاتها، ومن أيضا تقدم هذه القناة جديدها في الموسم الثاني ضمن انطلاقات الشحنية، وما يقدم في هذا الميدان من دعم لا محدود من أصحاب السمو الشيوخ، سمو سيدي أمير البلاد المفدى الذي يقدم لهذه الرياضة العربية الأصيلة الدعم اللامحدود، وأيضا انطلاقات مميزة لهذه الرياضة العربية الأصيلة في دولة قطر الحبيبة. أيها الإخوة المتابعون، نسير مع السودانيات. هذه نوف، نوف اسمها من 3 حروف،
اسمها من ثلاث حروف يتغنون بها الشعار، اسمها من ثلاث حروف يا عذابي وغربالي. نوف على مقدمة الشوط، اسم كبير يحمل شعار بنديلة، خالد بن محسن بنديلة المري ينطلق في هذه اللحظة مع مقدمة الشوط. المركز الثاني بنذيع المراكز الخمسة الأولى، وشاهد التغيير اللي حصل هناك. المركز الثاني هذه مطلة شبيب بن محمد بن عمير الرمزاني النعيمي على المركز الثاني، وهذه من وصلت غريبة عابد بن عبد الله بن عبيد بن عابد، هذا هو مدون عندي كذا غريبة لعابد بن عبد الله بن عبيد بن عابد على المركز الثالث. المركز الرابع تحمل الرقم أربعة السنافية عبد الهادي بن علي بن عبده، الله هذه رشحها بمريك، رشحها بمريك اللي بالمركز الرابع، ترشيح سبيشل على 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 صاحبة المركز الرابع. اتمنى لك التوفيق يا ابو بريك، اتمنى لك التوفيق في هذا الترشيح، ولكن شوفوا 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 هيبه هيبه حمد بن عبد الهادي بن هليل المري، رشح ابو حمد قائد المركبه يرشح يرشح هيبه هيبه المنطلقه المنطلقه هنا على المقدمه، حمد بن عبد الهادي بن هليل المري مع مقدمة الشوط، مع مقدمة الشوط مع الصدارة تنطلق بهذا الشعار الجميل. الله السنافية تحركت، السنافية عبد الهادي بن علي بن عبده، وهنا المقدمة أعود إلى مقدمة الشوط، يلا يا طالب يا طالب يا من تقود هذا الاسم، ولكن 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 خبير خبير ببريك خبير خبير بهذه يا خبير بالسودانيات فقط، يا سلام يا سلام السنافية عبد الهادي بن علي بن عبده المري، الله 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 الله. أنا أيضا أيضا أنضم باللحظات الأخيرة لمبريك، نعم أعلن ترشيحي، بيسمحون لي الجماعة أعلن ترشيحي من 400 متر الأخيرة، إن وفقها الله السنافية، هي سنافية بالفعل 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 سنافية. تهانينا تهانينا لك يا ابن عبده، وهني بن بريك من رشح السنافية عبد الهادي بن علي بن عبده المري، وهني على هذا الفوز، وهني على هذا الفوز، فوز للسنافية السنافية، تهانينا على هذا الفوز لعبد الهادي بن علي بن عبده المري، وأهني بن بريك على هذا الترشيح. والتهاني وين؟ أم صلال محمد، هناك الترشيح، تهانينا والناموس لمالك السنافية عبد الهادي بن علي بن عبد المري على هذا الفوز. المركز الثاني غريبة لعابد بن عبد الله بن عبيد بن عابد، المركز الثالث هيبة حمد بن عبد الهادي بن هلي المري، المركز الرابع المركز الرابع تحمل الرقم خمسة، هذا شعار بن جرحة حمد بن عم بن محمد بن علي بن محمد بن جرحة بالمري مع شودة. والمركز الخامس وصلت من تحمل الرقم 12 طاعة، هادي بن راشد بن ديلة المري، تهانينا والناموس، وهذه السنافية بالفعل سنافية تنتزع الناموس. 8 دقائق بدون ثواني، 68 جزء من الثانية. أشكر مخرجنا أحمد السادة ومحمد فيضي لا ننساه أيضا. المركز الثاني المركز الثاني 8 دقائق 5 ثواني وفاء وتماما بدون أي أجزاء، وهني صاحبة المركز الثاني غريبة عابد بن عبد الله بن عبيد بن عابد على هذا الفوز، تهانينا والناموس. المركز الثالث ثمان دقائق 10 ثواني 30 جزءا من الثانية، هيبة حمد بن عبد الهادي بن هليل المري، وأهني طالب على هذا الناموس.